بيتكلم على الإنسان أحمد فؤاد نجم، مش بس الشاعر أحمد فؤاد نجم، ده إنسان ضحى من لبلده في 3 عصور. كانت رسالته في الحياة بشعره وبقلمه أنه يحارب الطغيان ويحارب الظلم، يدافع عن بلده، يدافع عن الفقير. قلمه كان بيحركنا وإحنا شباب كلنا. ما خدش من الدنيا حاجة، ما طلبش منها حاجة، وما خدش منها حاجة غير محبة الناس اللي هي أحسن مكافأة ليه. النهاردة احنا بالجائزة دي بنحاول نخلد اسمه، نحاول نوع من العرفان، نوع من كمان ان احنا يطلع لنا احمد فؤاد نجم جديد، ونشجع الشباب ان يطلعوا يشوفوا الانسان المثالي ده اللي حرك وجداننا احنا في السبعينات كلنا واحنا شباب، وياخدوا كنوع من يعني المثال اللي هو يحاول يبقى زيه. يعني هو صعب لكن ممكن. يعني النهاردة احنا بنعلن عن الجائزة دي، وبنعلن عن شروطها وطريقة التقدم ليها، وبنوضح اي اسئلة خاصة بها عشان نفتح الباب لكل الاعمال اللي ممكن تتقدم ليها. يعني